والله بركز على امور تخص الشباب، خصوصا التوظيف، كذلك الامور المعيشيه، في قضايا خاصه بعد بالدائره، لان الدائره نوعا ما مهمله عندنا، يعني لفتره طويله ما عندنا مستشفى خاص، ما عندنا مدارس حق الاعدادي والثانوي، فهذه ضمن القضايا اللي ان شاء الله على هامش برنامج الانتخابي. هي الجوانب الاقتصاديه وتحسين معيشه المواطنين، كون من المرحله القادمه مرحلة مقبلة على الكثير من الأمور اللي هي من تضخم، ومن أمور تضخم عالمي قد يؤثر علينا ويؤثر على البحرين من جوانب، وقد بدأ تأثيراته، لابد أن يكون المترشح في هذه المرحلة عنده إدراك كبير لهذه الجوانب الاقتصادية المهمة، وكذلك في نفس الوقت لمواكبة هذه التحديات تحسين معيشة المواطنين وحمايتهم من هذا التضخم. فئات محدودي الدخل هي الفئة الأهم. المحور الوطني العام، المحور الاقتصادي، من المحور الاجتماعي، محور التعليم والإسكان، ومن الأخير والأهم محور البطالة ومحرمة الوظائف. الكلاب الضالة والأمطار والصرف الصحي، فيها شغلات كثيرة نحتاج أن احنا نطورها، خصوصا منطقة عالي وإسكان عالي والرملي. هو راح يكون الملف المعيشي والملف الاقتصادي وملف البطالة وملف المتقاعدين، وأهم ما بنركز عليه هو الملف المعيشي، وإن شاء الله تكون أهدافنا اللي هي تصب منفعة الوطن والمواطن. الإسكان والمتقاعدين والصحة والتعليم والمرأة والشباب، والتي من خلال سن بعض التشريعات ومبادرات وطنية راح نضمن جودة الحياة للمواطن من خلال تحسين المستوى المعيشي والحياة الكريمة وخلق فرص العمل والدخل الملائم لمستجدات العصر الذي نعيش فيه بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030. بسم الله الرحمن الرحيم. المترشحة للدائرة الثالثة المحررة لبنى محمد حسن الحسن. طبعا أنا على قمة أولوياتي هي التنمية المستدامة للمواطن البحريني وانعكاساتها نبيها على كل فرد. طبعا أنا بوظف خبراتي السابقة بصفة محاضر جامعي في نظم المعلومات، في الاقتصاد، الاستثمار، في القانون. إن شاء الله راح نعمل على تطوير الشوارع عندنا في مدينة الحد وتعديل المداخل، ومن ناحية التشجير راح نركز على التشجير في المناطق. السواحل راح يكون تحصل لها جانب كبير، بالنسبة حق السواحل راح تحصل لها جانب كبير واهتمام عالي جدا. أما ببرنامج الاختياري، بما أن أنا اقتصادي فأنا عندي رؤية اقتصادية لحل الدين العام، وكذلك أربع أمور تهم المواطن البحريني: الإسكان، المتقاعدين.